القهوة كثيرا وأرتاد ستاربكس فقط لأنني أحب أمريكا جدا. أنا ممثل وأعرض أزياء لذا أرتاد ستاربكس. ناندو وستاربكس، أنت متناقض يا يوهان. ما الذي تحبه عدا الدجاج والقهوة؟ أحب صلصة تاباسكو، أحب الطعام الحار، إنه أمر ضروري. ما رأيك بالطعام النباتي؟ لا أتناول الأطعمة النباتية فقط لأنني رجل، أعتقد أن النباتية أمر أنثوي. قال لي أن يسترجل قليلاً لإبهار يوهان.